مواصلين في برنامجكم كما قلت، معنا أستاذ الاقتصاد الأستاذ معز العبيدي. صباح النور، مرحبا بك أستاذ. صباح الخير وسيم، وتحية المستمعين. شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح. القرارات الأخرى المجلس إدارة البنك المركزي مش هرجع عليها، الناس الكل تعرفها، تعرف أهمها. محافظ البنك المركزي في صفاقس في منتدى جباه فورم دو لا فيسكاليتي فسر هذايا معناتها بالخطر الداهم متاع التضخم. خلينا نطلقوا من غاديك أستاذ معز العبيدي، منين جاء التضخم هذايا؟ وهل هو ظرفي؟ هل هو يعني فما تضخم أما زاد على الآخر لأنه بعلاقة بالتطورات الأخرى، الحرب في أوكرانيا إلى آخره، دونك منين جاي غيالمون وكيفاش يمشي؟ هل قرارات المجلس الإدارة البنك المركزي معناتها عندها علاقة به؟ هذين حبيت نفهمه. إذا نبدأ نحكي على التضخم، أنه تضخم الجذور نتاعه نجم نقوله هما سياسات نقدية توسعية شفناها بعد الأزمة العالمية نتاع 2008. من بعد جات أزمة الكوفيد. في أزمة الكوفيد وقعت كما نقولوا الكونفينمون، التضخم تراجع، فهمت؟ ولكن الحل بعد الكوفيد معناها الرجوع، فما ان في غوبون دو ليكونومي، ليكونومي رجعت بقوه، وبالتالي التضخم رجع بقوه. ومن بعد زاد بعد معناها في الفتره الاخيره الحرب معناها مع اوكرانيا، ومعناها ما بين اوكرانيا وروسيا، دونك وقع معناها ان بلوكاج في معناها في لي شين دو فالور، معناها في على مستوى العالم، وبالتالي وقع فما معناها ارتفاع كبير في معناها في الاسعار. وهذه شيء نعرفه، انه بالنسبه للقمح وبالنسبه للبترول والغاز وكلهم هذم، معناها البلدين هذم عندهم دور كبير على مستوى العالم. شنو معناها فما سؤال يطرح نفسه، اسكو هذا معناها الموجه نتاع التضخم اللي قاعدين نشوفوا فيها هي باش تفهم مع الحرب؟ باش تفهم مع الحرب هذا هو ولا اللي لا؟ ولا فهمت؟ انا في اعتقادي ماهيش باش تشوفها مع الحرب، الأسباب التالية. لأنه مع الحرب شنو اللي بشوفه مثلا؟ ممكن ياسر بالنسبة لارتفاع التضخم اللي جاي من ارتفاع الحبوب باش يطيح، سي سيغ، فهمت؟ باش يتراجع. ولكن الحاجة اللي تخلي اليوم معناها معناها الانفلاسيون هيك متغلغلة أكثر في الاقتصاد، هو خاصة حكاية معناها التحول الطاقي. لأنه التحول الطاقي شنو شفنا؟ شفنا أنه فما توجه كبير نحو الطاقات المتجددة، وهذا التوجه معناه يظهر معناه في السياسات، معناه في البلدان الأوروبية، في أمريكا، خاصة نشوفوه أكثر معناه في أوروبا. دونك ولا فما طلب كبير على المواد الأولية بتاع الطاقة المتجددة كيما الألمنيوم والكويفر اكسيتيرا، وهذم الأسعار نتاعهم ارتفعت بطريقة كبيرة. ولكن علاش باش تبقى؟ لأنه شنو باش يقع؟ التوجه باش يكون انه فيه سياسات باش تقعد تعاقب تو سكي فوسيل، معناها الطاقات اللي نتاع البترول ونتاع الغاز. دونك معناها الطاقات هذه باش كيما نقولوا باش تقع كيما نقولوا معاقبتها على اونتر كومي على 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 مستوى السياسات، وبالتالي الاستثمار فيها باش ينقص. ولكن شنو اللي باش يصير؟ انه نكونوا احنا ما زلنا ما حضرناش رواحنا حضرناش رواحنا للتحول الطاقي، ولكن الاسعار نتاع البترول باش تقعد طالعه. دونك هذا اللي باش يخلي سارتان ديكالاج معناها ما بيناتهم، فهمت؟ وهذا شو نشوفوه ممكن يكون عنده انعكاسات حتى على المستوى الاجتماعي، لانك البلدان تقع ماهيش محضره روحها على مستوى التحول الطاقي، وباش تاخذ اجراءات اللي ممكن تكون عندها رد معناها رفض شعبي كما شفنا في الجيلي جون، في التاكس على الكربيرون والكل. دونك هذا الحقيقه معناها التحول الطاقي ما ينجم يكون ناجح الا ما ياخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي. سي مو زابيد بونشيني، علاش اليوم جوستومون اوروبا نشوفوها ما زادتش في الليتو، امريكا زادت شويه ودول زادت برشا واحنا زدنا برشا؟ نرجعوا بعد على القرار التونسي، التونسي ما خلينا نحكيو على الماكرو، خلينا نحكيو على شنو اللي صار في العالم. شفنا سياسات مختلفه، لو كل ازمه كان نمشي معاك الناس الكل قاعده معناتها تتاثر عليها تقريبا بنفس الطريقه نوعا ما. شوفوا مثلا بالنسبه لامريكا واوروبا، مثلا امريكا رفعت ب 50 نقطه، نقطة. الور كل انفلاسيون ب 8.5، 8.5
نقول قايل شبه معناها لو تو دانتيري معناها نسبة الفائدة الحقيقية معناها فوق الستة ولا السبعة فهمت. دونك اوروبا الى يوم هذا وصلت ل 1% اي معناها التو دانتيري نتاعها بال 50 اللي زادتهم الاول زاد 25 بعد 50 وال 50 اللي زادتهم منذ 40 عام ما زادتش بال 50 معناها دونك اول مره تزيد ب 50 في الفتره الاخيره. به شنو اللي صار وعلاش اوروبا الى يوم هذا ما حركتش التو دانتيري؟ به الحاجة الأولى لازمنا نعرفها هو أنه بالنسبة لأمريكا، أمريكا أخذت دروس من التاريخ ولا فهمت. في عام 1981 المحافظ البنك الأمريكي في بول فولكر زاد في نسبة الفائدة، التضخم كان 13% جاي من الشوك بترولي لأن البترول طلع في 79 دونك الانفلاسيون طلعت برشا، التو دانتيري نسبة الفائدة رفعها إلى 19%، معناها نسبة الفائدة الحقيقية ولات إيجابية ب 6% فهمت. واليوم نسبة الفائدة في أمريكا الحقيقية معناها ما بين كي نحيو الانفلاسيون سلبية. علاش؟ دونك كي خذاو شنو اللي صار اللي خلاهم يكونوا بلو برودون هو أنه وقتها كيف رفع نسبة الفائدة شنو اللي وقع؟ وقع أن كراش أوبليغاتير، أسواق السندات في العالم معناها تحت بطريقة معناها رهيبة برشا. الحاجة الثانية في الثمانينيات، فما الأزمة نتاع المديونية في أمريكا اللاتينية معناها طلعت برشا لأن البلدان الكل تتسلف والتو دو ريفيرونس هو الدولار. والحاجة الثالثة هو أنه سموها كما نقولوا لا كانكونا معناها بيردو، لأنه من 2080 ل 85 البي إي بي بار أبيتون في أمريكا طاح 9%. دونك امريكا شعر فهمت حاجه بانه التو ديريكتور نتاعها نسبه الفائده المديريه نتاعها هو نسبه فائده مديريه على مستوى العالم مش كان امريكا برك، دونك وبالتالي ولات برودونت. هذه حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي زاده امبورطونت هو انه الامريكان السياسه النقديه تطورت، الاسواق المال تقووا برشا توا ولا فما لو فينومين معناها دونك راج دي زونتيسيباسيون ولاو ياخذوا بعين الاعتبار التوقعات وانه لي زاكتور دو مارشي هما ولاو معناها يسبقوا معناها ولات البنك المركزي ياثر معناها في لورينتاسيون لا بوليتيك مونيتير يسميها الفورورد جايدانس معناها لو غيداج دي زونتيسيباسيون تحاول توجه توقعات نتاع بطريقه استباقيه. في اوروبا ما زادوش لانه اوروبا معناها البنك المركزي يعتبر انه الانفلاسيون ترانزيتوار باساجير معناها ممكن ولكن توا تراجع وتحس بانه فهم بانه باش يرفع وانه قالوا انه باش يرفعوا ولكن ليزيتاسيون هما دو ريزون هو انه لا ديت في امريكا قوية برشا في أوروبا قوية برشا لأنه متسلفوا برشا البلدان بور فينانسي معناها التمويل معناها البوست كوفيد معناها بعد الخروج من الكوفيد وهذا خلى المديونية مرتفعة ويقول لك أن الرفع ممكن فما مشكل نتاع استدامة الدين هذه معناها استدامة الدين معناها هذا سي ان فاكتور كيما نقولوا امبورتون. والحاجة الثانية هما أوروبا مقدمة شوية لأني تحب الفينانس معناها لا ترانزيسيون انرجيتيك وتحب انه في 2030 تكون في الموعد وبالتالي تقول لك انا يلزمني باش نتسلف وكي نتسلف ماذا بيا ما طلعش ياسر نسبه الفائده ولا واضح. نمشيو مع فاصل قصير خلينا نرجعوا زاد على الدول كما بديت السؤال نتاعي اللي زادت برشا تونس منهم معليش فما شكون اعتبروها خطا في السياسه النقديه. فاصل راجعين توت سويت اكسبريسو. عندك مؤسسة ولا تخدم لحسابك الخاص وما خلطتش تخلص السين اس اس وديونك ثقلت عليك؟ عندك حتى 27 جويلية 2022 باش تتمتع بالعفو الاجتماعي وتنتفع بطرح خطايا التأخير. كيفاش تنجم تنتفع بطرح خطايا التأخير؟ إذا عندك مؤسسة وماهيش خالصة مع السين اس اس عندك زوز حلول. تنجم تنتفع بطرح كلي للخطايا 100% شرط انك تخلص كامل اصل الدين ومصاريف التتبع دفعه واحده ولا على اقساط شهريه توصل حتى لثلاث سنين. كيما تنجم تنتفع ب 50% من خطايا التاخير كي تخلص ديونك على مده توصل حتى لخمس سنين. وكينك تخدم لحسابك الخاص وماكش مخلص السي ان اس اس العفو الاجتماعي يشملك زيدا ويمكنك باش تنتفع طرح كلي لخطايا التاخير شرط انك تخلص ديونك دفعه واحده ولا تقسطها على مده توصل لخمس سنين. ما تفوتش الفرصه ومن توا اتصل باقرب مكتب سي ان اس اس وسوي وضعيتك.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملتزمون بخدمتكم مع ضمان حمايتكم. جوميا فود تقدم لكم جوميا فود ماركت، قضيتك في دارك في 20 دقيقة. كان نقصتك أي حاجة وقلقت من الزحمة وشدان الصف، عنا ليك الحل. ادخل على الابليكاسيون جوميا فود وكمانتي اللي حاجتك به الكل من جوميا فود ماركت، قضيتك توصل لك في 20 دقيقة والتوصيل بلاش. الموعد الحدث للمهنيين والعموم كارتاج 2022، الصالون الدولي للبناء والتشييد، أكثر من 300 عارض محلي ودولي، ندوات وورشات عمل باش تلقاو أحدث مواد وتقنية البناء وعدة فرص للشراكة المهنية. مرحبا بكم في قصر المعارض بالكرم من 23 إلى 29 ماي، من 10 متاع الصباح حتى 6:30 متاع العشية. أنت اللي ديما معايا كما أنت تسمعني وتسمع حكايتي، تقف معايا في كل وقت. واه شنو؟ وعمرك ما تخليها بيا، واكثر حاجه نعرفها ومتاكده منها محبتك ليا. صار هكا الحكايه؟ ولازمك تعرف اللي انا نحبك. يا بنيتي يفرح قلبك وان شاء الله نفرح بيك. بوكا مون امور. Migrez vers le cloud en toute sécurité avec Focus. VMware Cloud Verified Partner. بيان اسورانس نهتموا بالمشاريع الكل، وتلا مصانع وخدمات، ونوفروا لو بلان داسورانس اللي يتماشى مع لي بوزوان تاعكم. تختاروا نو سوليوشن داسورانس بروفيسيونيل اللي تناسبكم وتمكنكم باش تامنوا على فو ريسبونسابيلتي، فو ريسورس هومان، فو فيكول، الماتيريال ومقر الشركه. وخدماتنا ينجموا يغطيو حتى ترونسبور تيرستر، ماريتيم اي ايريان. لي انجينيور دو بريفونسيون تاعنا يتنقلوا على عين المكان ويقوموا بالفحص اللازم لاستباق المخاطر، وخبرائنا يتدخلوا دون لا جيستيون de risque. في حالة البيرت دكسبلوتاسيون رافقوكم ونقفوا معاكم. أمي أسورانس، لاسورانس دان أفنير ميور. ديجي لاب لميسيون 100% ترانسفورماسيون ديجيتال، كل نهار اثنين من الأربعة للخمسة ونص نحكي على الحلول والفرص في قطاع التكنولوجيا في تونس بمشاركة أصحاب القرار لي دي سي اي لي زيكسبير. ما تنساوش موعدنا مع وليد برحومة وكامل الفريق كل نهار اثنين من الأربعة للخمسة ونص على إكسبريس أف أم، ولا على الباج متاعنا ديجي لاب باي إكسبريس أف أم. ديجي لاب votre laboratoire de transformation digitale. Huawei au service de la Tunisie depuis 1999 pour apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation. Sofrecom Tunisie, 10 ans d'expertise et plus de 1000 compétences. اكسبريسو. مواصلين في برنامجكم، معكم ضيفكم استاذ الاقتصاد عضو مجلس اداره البنك المركزي الاستاذ معاذ العبيدي. شادو لك تحيه، مرحبا بك استاذ. قبل الفاصل كنت طرحت عليك السؤال فيما يخص فما دول زادت برشا فاتو، فما دول زادت شويه كما امريكا، ودول ما زادتش بالكل، وكما اوروبا ما زادتش بالكل. دول زادت برشا، تونس منهم، معناتها النجم نعتبروها. حبيت نربط بهذايا، انا كنت سالتك معناتها الزياده الاخرى ما تعتبرش اعتبروها ما عندهاش مبرر وخطا معناتها في السياسه النقديه، بما انه التضخم نتاعنا اليوم مستورد معناتها مش تضخم، ف وبالعكس ضر الاستثمار ممكن الى اخره. شنو كيفاش تقرا قراءتك في هذا، وكيفاش تربطها باللي قلت لك قبليك فما دول زادت برشا معناتها مش كان احنا وفان كنت. شوف وسيم، البلدان اللي زادت برشا هما خاصة في الـ في الـ في العالم الثالث اون كلكو سورت، ولا في البلدان الصاعدة وكل، والبلدان المتقدمة معناها دونك كانت معناها الريتم كان أقل على خاطر الـ معناها فما نوع من التحكم في توقعات الأسواق، ولا فهمت؟ شنو اللي يفرق ما بين البلدان هذه وبلاد كيما تونس وكل، فهمت؟ معنى البلدان هذو نتاع البلدان الصاعده والبلدان المتقدمه، وناخذ احنا نقارن تونس بارابور العالم في الخاصيه. معنى في تونس البلدان هذيك فيها اون ديناميك دو ريفورم، في تونس لي ريفورم معناها سون بلوكي تنجم تقول الكل. البلدان هذه كيف تحرك نسبه الفائده، الانعكاس يكون واضح على 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 النمو،
احنا في تونس تنجم تحرك نسبة الفائدة، تنجم تحرك لي نسبة معنى كما نقولوا الاداء، معنى مستوى الاداءات باش في بالك تدفع الاستثمار، ما تنجمش يتحرك بسهولة نظرا للغموض السياسي والمؤسساتي والكل، فما انفلو انستيتيوشنال. في البلدان هذه المتقدمه لي بوليتيك دو رولونس معناها ينجموا ينجحوا، لانك انت تنجم تحرك الاقتصاد والناس تولي تستهلك من البلدان هذه، وبالتالي ينجم يحرك معناها ينجم يتحرك الاقتصاد. فما معناها كيما نقولوا لا بروبونسيون مارجينال امبورتي معناها محدوده، مش كيفنا احنا. إذا تنجم أنت تحرك تمشي في معنا في سياسة معنا توسعية هكا باش تحرك الاستهلاك، نجم الميزان التجاري معناها كيما نقولوا يتضر ويولي لك عجز كبير وضغوط على العملة. معنا بعبارة بور سامبليفي، احنا في وضعية ان بو بارتيكولير، معناها بالنسبة للبلدان هذه السياسة النقدية تنجم تكون ناجعة في محاربة التضخم. السياسة معناها خطر التضخم معناها تنجم تكون ناجحه خطر التضخم ضعيف. سياسات الماليه العموميه تنجم تكون ناجحه خطر المديونيه ضعيفه وتو دانتيري واحد. سياسات الماليه او الماكرو بريدونسيال زاده كيف لابواتا اوتي معناها ينجموا يمشيوا تخيلوها. احنا لا، احنا المستوى التضخم كبير برشا، دونك ما عندكش هامش باش تطيح في التو دانتيري باش تحرك. اليوم المديونيه عاليه ونسبه الفائده عاليه، ما تنجم الزاده تتسلف من الاسواق، معناها دونك الامور ماهيش سهله. وكذلك معناها فما توجور لو سيكتور فينانسي اللي يبقى معناها ديما هكا معناها فراجيل، ومش سهل باش انك انت معناها تحرك الاقتصاد اذا تكون فما معناها استابيليتي فينانسيير ولا ريسك د استابيليتي فينانسيير كي بيز سور لا بلاص. نرجع مثلا معناها سارتان نومبر دارغومون شفناهم وقت اللي نحكيو على السياسه النقديه، منهم مثلا يقول لك احنا الانفلاسيون امبورتي ما سنفاها، دونك دون سو كا كيفاش انه تو دانتيري معناها نطلعوا فيه، علاش نطلعوا فيه الو هي امبورتي. راه شوف كي نقولوا التضخم مستورد، مش يعني انه البنك المركزي باش يكتف يديه ويستنى حتى لوين يشوف. معناها كي نقولوا حاجه امبورتي هو توا هذا اللي قاعد يتقال. كما قلت لك في السؤال هي ما هذا صحيح؟ انا بالنسبه لي ما يستقيمش. علاش ما يستقيمش؟ خاطر التضخم كي يدخل البلاد، ناخذ مثلا جاي من البترول، البترول في العالم زاد الباريل نتاع البترول، شنو اللي باش يقع؟ انه كلفه النقل في البلاد هذيك باش تزيد، وكي كلفة النقل معناها نتاع شاحنات ولا نتاع واحد الشركات باش تزيد الكلفة على الأسعار وتولي التضخم يدخل معناها للبلاد، وينجم يغذي مطلبية نتاع ديتيريوراسيون دو بوفوار داشا، معناها الناس تشوف المقدرة الشرائية تحت وتولي لك زيادات جاية من زيادة في المطلبية، وبالتالي تولي الانفلاسيون سانستال. معناها التضخم يتحول من الانفلاسيون نورمال معناها التضخم التقليدي إلى معناها العام إلى تضخم معنى كما نقولوا الاساسي اللي هو الانفلاسيون سوجاسونت اللي عندها قيمه. معناها بور كاريكاتوري معناها التضخم ماهوش ان توريست باش يجي يبقى جمعه في الاوتيل ويروح، ولا فهمت؟ نو، التضخم وقت اللي يدخل يسانستال اون كيلكو سورت، وهذا معناها يلزمنا ما نجموش نستعملوا سو جونر دارغيومون. كان جات الحكايه الكلام هذا صحيح، علاش 117 البنك المركزي يرفع في نسبه الفائده في معنا في البلدان بعد الحرب؟ لانه الناس كل شعر بانه نجم يكون عندها تاثير، فهمت؟ دونك هذا الحقيقه عنده معنى، عنده قيمه. لما نمشوز وقت اللي نقولوا انه التضخم ما نجموش نرفع في نسبه الفائده لانه يضر النمو يضر الاستثمار، الكلام اقتصاديا صحيح، ولكنه تو ديبون من الوقت اللي انت فيه. اليوم معنا مناخ الاستثمار سامحوني ملوث بالسياسيا، وبالتالي معنا وقت اللي الناس تشوف الانسيرتيتود بوليتيك والانسيرتيتود معنا كيما نقولوا الانسيرتيتود سوسيال وبلوتو بوليتيك وانستيتيوشنيل اكسيتيرا، والانسيرتيتود في تمويل ميزانيتك، انت ما تعرفش داخل في ميزانيه ما تعرفش البوكلاج نتاعها، دونك وبالتالي الناس كل خايفه من التضخم، خايفه من
ديفو خايفين برشا حوايج والنقوه. بالتالي معنى الناس ماهوش باش يتسارع باش يعمل معنى الانفستيسمون في الكا هذا. وحاجه اخرى زاده ساعات نستعملوا الارغيومون او في المغرب معنى نسبه الفائده ضعيفه ودونك علاش احنا من نرفعوش في نسبه كي علاش ما نكونوش كيما المغرب عندها نسبه فائده ضعيفه خاطر عندها انفلاسيون ضعيفه البلدان هذو الكل. به توا السؤال ما نجم نقولوا المحوري اللي هو عنده معناها نفهموا انه نقولوا فما معناها وهذا لا ليكتور انا نقول لك سيدي كيف شرفوا في نسبه الاستثمار هو اللي باش يكون معناها لا معناها بيقول لك كيف شرفوا فما ناس عندها ديون في القطاع البنكي وبالتالي باش يظهر الكلام هذا صحيح هذا صحيح صحيح ولكن كي نقولوا هذا صحيح يلزمنا نشوفوا سكون ابل لا بالانس دي ريسك معناها الواحد لانه مش انه نحطوا البروجيكتور على الناس اللي قاعده تسلف في ديون وننساو المخاطر الاخرى معناها دونك لازمنا نقارنوا معناها كلفه الزياده في نسبه الفائده مع كلفه لينكسيون اذا ما نعملوا حتى شيء وهذا وقت الايشوز معناها تولي حاجه اخرى. علاش انه اللي القروضات نتاعو باش تزيد فورسيمون فما زياده فما انفلاسيون باش تنجر على هذا اللي باش تزيد له باش يزيد لك. أيوه. نحكي تو مؤسسات ولا أيوه. غيره بلوس حتى المواطن باش يلقى روحه منه ومنه وفات لو ريسك تاع يولي دوبل. اي لا صحيح معناها انه فما زياده اما هاو شنو المشكل؟ انك انت لازمك تعرف شنو المخاطر اللي باش يجيوك اذا انت ما ترفعش من نسب الفائده. شنو الاكسبليكاسيون اللي هي حسب رايي عندها قيمه معناها الجوستيفي اون كيلكو سو هو انه لاحظنا في المده الاخرى في تونس انه بالنسبه لل فما ان فينومين نتاع انه الناس تشري بالمسبق ان فينومين دو ستوكاج دو سور ستوكاج معنا في لي زونتربريز علاش خاطر يقول لك ان لي بري قاعدين طالعين معنا دونك انت ما عملت حتى شيء وقلنا فما خوف من الدينار انه باش يتيح انا نشري بالمسبق العباد هذم وهذا معنا تصرف عنده لوجيك نتاعو ما نجموش واحد دونك شنو هما شنو يحسب؟ هو يحسب انه معنا هذم يمشيوا حتى لوين يتسلفوا الدينار باش يشريوا سلعه. انت كي ترفع في نسبه الفائده تو بو كاسي السبيكولاسيون هذه فهمت؟ يولي هو شنو يقارن الكلفه نتاع التمويل ويقارنها بال بشنو باش يربح وقت اللي يشري بالمسبق فهمت؟ وهذا البنوك المركزيه راه في العالم عندها تقاليد في الحكايه دي انك بور كاسي معنا اون سبيكولاسيون يلزم تلعب دور على المستوى هذا ونعرفوا حتى فما بنك مركزي معنا في السويد في عام 92 في سبتمبر 92 رفع نسبه الفائده ب 500% ولكن ثلاثه اربع ايام وطيحها. علاش؟ على خاطر ورى للاسواق اني راني نمشي بلو لوان نجم انا بور كاسي لا سبيكولاسيون ويرجع. دونك احنا كي نشوفوا انه البنك المركزي في عام 2018 رفع ب 300 نقطه 2018 ب 300 نقطه معناها في 12 شهر ومن بعد وقت الانفلاسيون معناها اوتور دو 8 وكل ومن بعد الانفلاسيون هبطت الاربعه وقتها بعد انخفض معناها انخفض في نسبه الفائده. دونك معناها ما يلزمناش يلزمنا نشوفوا في على كيما نقولوا على المستوى البعيد اكثر من معناها ما نشوفوا ونقولوا نحطوا البروجيكتور على لاوس دي تو. صحيح لاوس دي تو عندها معناها عندها تاثيرها والناس باش يكون عندها تاثير اما انت كي تشوف كيف يوصل انه بعد الدينار يتيح لك والانفلاسيون تولي معنا من نوع نتاع لبنان معنا لبنان اليوم 80% في تركيا اليوم 69% الانفلاسيون ايه من بعد انت تخسر معنا كيما نقولوا 30% من السالير نتاعك بالانفلاسيون والا تخسر 50 دينار على كريدي معنا شفت معنا اذا معنا دونك انا يظهر لي معنا المعادله معنا هذه معنا يلزم ديما ندخلوا لو كو نتاع لينكسيون معنا انا اذا ما نعمل حتى شيء شنو نجم نصير ولكن نتفق معك وسيم أن الوضعية ما تنجمش تدوم في الوضع هذا إذا ما تكونش السياسة النقدية إيبولي بار معنى السياسة المالية العمومية ولا جوستومون والاصلاحات بالطبيعه واتفاق مع صندوق النقد الدولي هذا الكل مش 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 معناتها مش قاعد صاير دونك السياسه هذه تنجم ما تعطيش شكلها بالضبط هو انه لا معنى انت تكون نجم يكون عندها تاثيرها خاطر ماك تعرف ديما التو دانتيري راه ياخذ وقته وكل ولكن الوضع الحالي خاص
ومعنى يلزمك تعملها دونك انك pour atténuer en quelque sorte le phénomène ta spéculation على حكينا عليه ولكن اليوم الباب راهو الباب مفتوح في معنى كي نشوفوا انه معنى فاتورة الطاقة كبيرة وانت ماكش قاعد تعمل شي حتى شيء في الرينوفلابل كي نشوفوا انت عندك عاجز معنى في كيما نقولوا في الغذائي وعندك سياسة معنى فلاحية نصف الباس معنى هذم الكل عندك مؤسسات عمومية تنخر لك في الاقتصاد وانت ماكش عامل حتى شيء الفوسفات معنى قاعد تحرم في بلادك من ثورة من ثورة ثروة سمحني ولكن انت ما عملت حتى شيء وشفنا معنى واخونا كري وليد جعفر المرة فاتت حكاية على على المغرب على السي بي شنو عمل بالواحد معنى شيء بعيدة على بعض معنى في وقت الحكاية في كلام ذهب دونك هذا الكل حقيقة معناها ما يبشرش والواقع انه الوضعيه هذه ما تنجمش تكون مستدامه لانه سياسه نقديه راهي سياسه بتاع ظرفيه ما تنجمش معنى تمشي بلو لوا دونك معنى البنك سنترال حاشتها باش تكون زاده اوسي مع سياسه الحكومه اللي تمشي في خطوه باش انه نخرجوا من المأزق المالي وبعد نمشيوا للإصلاحات الكبيرة وكي نقولوا نخرجوا من المأزق المالي والإصلاحات الكبيرة معنى يجب تكون كي نحكيوا على صندوق النقد الدولي ما تكونش كل الأوبسيسيون بتاع صندوق الدولي لا سيدي صندوق النقد الدولي باش نخرج من المأزق المالي أما أنا عندي تصور باش نصلح البلاد وهذا اللي هو يجب تكون أنك معناها تواصلوا معنى عندي كيما نقولوا دو فاز الفاز الأول يجب نخرج من المأزق المالي والفاز الثاني يجب معناها نمشي للإصلاحات الجوارية في البلاد سينو سي مواز ما عادش عنا حلول أخرى البنك المركزي أيه. ما عندوش التوادية اللي عملها ما نعملوش بالسيل وكي تعمل ما عندوش حاجة أخرى نجم يعملها البنك المركزي الأمور اليوم في الوضع هذا وكونتوني من أنه من البواتة أوتي متاعه ماكش في بلدان متقدمة عندك بواتة أوتي نون كونفنسيونيل كبيرة برشا مي معنى اليوم ما تنجمش تعمل حاجة ما عندوش معناتها برشا أدوات ولا تنوع في الأدوات معنى هو شنو هو شنو يزم يزمك أنت تنقص الضغط على العملة صعبة في الترانزيسيون انرجيتيك معنى الانتقال الطاقي بالنسبة للكل باش انا نكون في اريحية ونجم انا نشاء الله حتى في جواب باش نسلطوا الضوء على موضوع الطاقة معناتها اللي موضوع مهم ودخلين على فترة شوف سخانة من اليوم 17 صباح سخانة معناتها اللي تبع فينا شمس ملاحظة هامة سياسيم وانه كي نحكيه احنا على التضخم ونجم يكون نراه اليوم وقت اللي تشوف سياسة متاع الفلاحة والشح تاع المياه معناها لو ستريس هيدريك راهو لو ستريس هيدريك شنو ينجم يجيب لك يجيب لك غدوه تنجم تلقى سلعه غذائيه باسعار خياليه ما عادش ينجم يتحكم فيها لا بنك مركزي لا غيره وتكون عندك تضخم ولا معناها نويو دور نتاع تضخم الا ما يتبدلش لانك انت ما عادش عندك واحد ودون عاد اللي في نتاع شح المياه في حكايه الهجره من المدن من معناها كيما نقولوا من القرى للمدن على خاطر الفلاحه ولات ماهيش ماشي دونك اني ظهر لازم نخمو اون بروفوندور باش نصلحوا البلاد ونقصوا الضغط وباش تكون السياسات النقديه والماليه العموميه اكثر نجاع من اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم ولا فقط في الختام سي مواز عبيدي اليوم الدين التونسي على المستوى الدولي معناتها لاكورب نتاعو كان بسطها معناتها تشبه لبنان عامين التالي وسريلانكا شهرين التالي ثلاث شهور التالي. بون معناها جوست نقول لك سريلانكا راهو في شهر مارس قبل شهرين الانفلاسيون 7.5 كيف نحن 7.5 معناها جوست باش نحكيو راهو معناها هذاك علاش يلزمنا نفيقوا معناها اليوم شنو اللي قاعد صاير انه السندات خاصه نتاع المدى القصير في تونس في على مستوى العالمي معنا كيما نقولوا طاحت برشا وبالتالي نسبه الفائده طلعت دونك المخاطر التقييم تاع المخاطر اللي وقع يظهر نهار الجمعه هبطت هو معنا في تونس انه المخاطر على تونس هي ب 22.6% اش معناه؟ معناها انت تونس كم تتسلف بالدولار الدولار نسبه الفائده في الدولار تقريب 1.8 2.8 دونك 2.8 و22.6 معناها كان تخرج للسوق لازم ما تنجمش تتسلف اقل من 25 وهذا الحقيقه يوري بانه بون تونس ماهيش ماشيه باش تتسلف ولكن التقييم تاع المخاطر هذا معناش الحل هذا هذا اللي حبيت تقول والعباد اللي ماسكه اللي عندها دين تونسي اليوم قاعده حتى تخلص منه تخلص منه تخلص منه هو علاش الخوف علاش مثلا علاش البنك المركزي اليوم يتلز باش يرفع في نسبه الفائده لانه المخاطر هذيك لانه
التقديرات تاع البنك المركزي انه العاجز الجاري في اخر العام باش يفوت 10%، وكي العاجز الجاري يفوت في 10% يولي خوف ضغوط على الدينار وعلى العمله صعبه وعلى الدينار. نذكر بانه العجز الجزائري راه وصل 11% راه في تونس، ولكن وصل وقت لا احنا نجموا نخرجوا الاسواق، وقت لا احنا عندنا اكور معنا في 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 برنامج مع لافامي، ما عندناش مشكل في التمويل. اما نوصلوا ل 10% واحنا ما عندناش برنامج مع صندوق النقد الدولي، يظهر لي معنا من المخاطر اللي تعتبر كبيره برشا في الوضع الحالي. شكرا لك استاذ الاقتصاد معز العبيدي على تفاعلك معنا اليوم الصباح. نمشي فاصل قصير ثم راجعين مع نحكيو على إعلان رئيس الجمهورية عن أحداث هيئة وطنية استشارية لإعداد الجمهورية الجديدة، ووجه دعوة العديد المنظمات ومن اتحاد التونسي فلاحة والصيد البحري بشي شاركوا، وإلا لا سي خالد عراك نائب رئيس الاتحاد التونسي فلاحة والصيد البحري يكون معنا بعد شوية نعطيكم التفاصيل بلوس على الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الجمهورية الجديدة. راجعين.